جورج. تفضل جورج، تفضل معنا يا شباب او ذهب. الو. نعم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك، الله يسعد مساك ان شاء الله. مرحبا بك، حياك الله. الله يسلمك الشيخ، بس اتمنى بس منك جواب، يعني جواب هو علماني ونفس الوقت يكون يعني صحي بنفس الوقت لموضوع الاغتسال من الجنابه. تريد جوابا علميا؟ نعم، علميا او صحيا. جميل. طبعا الجسم عندما يصل الانسان الى اللذه في الجماع او في العاده السريه وغير ذلك، يخرج من الجسم مادة في مسامات صغيرة في الجسم. نعم. فهذه المادة تسد هذه المسامات، فإذا اغتسل الإنسان ذهبت عنه هذه المادة وأصبح الجسم نشيطا. لذلك نعم. يسن لنا من السنة أثناء الغسل أن ندرك الجسم باليد حتى ننظفه تماما. نعم. نعم، هذا هو الجواب. لذلك تلاحظ حتى الإنسان الذي تصيبه عدة جنابات ولا يغتسل يبدأ يخرج من جسمه رائحة أحيانا كريهة. نعم. نعم. في حال عدم الاغتسال. في حال عدم الاغتسال، نعم. أيوة. جورج. من ناحية دينية ما فيها عليه أي ضرر في حال إذا ما اغتسلت؟ بلى، عليه ضرر، أنه يصبح نجسا وبالتالي صلاته لا تصح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب حتى يغتسل، لذلك يجب عليه أن يغتسل. يعني خاصة إذا حضره وقت صلاة فلا بد أن يغتسل لأجل أن يصليها. نعم نعم نعم، جزاك الله جورج. يا شيخ جورج. نعم نعم. أقول اسمك نعم. غريب جورج. نعم جورج، أنا من أخوانك المسيحيين. نعم. لست مسلما؟ لا لا لا. طيب إيش نظرتك للإسلام يا جورج؟ والله نظرتي، أنا أتابع برنامجك. أي. وفي عندي بعض الأسئلة يعني كنت وتوضيحات، يعني كنت حابب بصراحة يعني أكون على انفراد أتكلمها معك. طيب ما تستطيع تسألني الآن ما يتيسر منها، يعني الذي يصلح للإعلام اسألني الآن وممكن أنا أتصل بك لما ننتهي، لكن حتى يستفيد يعني الناس. طيب ما يصير أنت تتصل فيني؟ أنا سأتصل بك، لكن أنا سأسألك سؤالين يا جورج. نعم. طيب الآن المسيحيون يقولون إن عيسى ابن الله، أليس كذلك؟ نعم. معناه إن الله يحب يكون عنده أولاد، لذلك عنده ولد اسمه عيسى، صح؟ نعم. طيب مدام جورج إن الله يحب يكون عنده أولاد، لماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ليش ما عنده 10 أولاد 20 ولد؟ هذا شيء. الشيء الثاني وكذلك ما دام الله عنده ولد اسمه عيسى، ليش عيسى ما عنده أولاد أيضا؟ صح؟ نعم، سألتك ما لها يعني ما لها جواب، يعني ما أقدر أجاوب، ما لها جواب. وكذلك جورج، ما دام الله عنده ولد معناه الله عنده أم وأب وجد وجدة، صح؟ طيب ما دام ليش الله يخفي عنا أمه وأباه؟ أليس من البر بالأم والأب يطلعهم يقول يا عبادي اعبدوهم معي؟ ليش الله ما طلعهم لنا؟ يا شيخ هذا موضوع أكبر مننا، يعني أنا ما أقدر أني أفهم. طيب أنا أسألك سؤال سهل، أسألك سؤال أصغر مننا حبيبي أسألك سؤال أصغر مني أنا وياك. هل تذكر في التاريخ كاملا، في التاريخ السابق، وأنت ما شاء الله مثقف، في التاريخ السابق أو الآن، إن في قساوسة تحولوا مسلمين؟ نعم نعم، ولهم مؤلفات، صح؟ نعم نعم. وعندهم ويب سايت، عندهم مواقع في الانترنت. نعم. وعندهم برامج في الفضائيات، صح؟ نعم نعم. طيب هل تذكر يوم من الايام في التاريخ او الان ان في شيخ مسلم او داعية مسلم او عالم تحول نصراني، تحول مسيحي؟ لا. ليش؟ بصراحة يا شيخ هو الامور كلياتها هون، يعني انا صدقني حابب اني احكي معك على انفراد. طيب انا يعني بسألك سؤال اخير واترك رقمك عند الشباب. نعم. وانا اتصل بك. نعم. السؤال نعم. الاخير الان المسيحيون عندهم الصلاة مرة واحدة في الاسبوع يوم الاحد. نعم. كم الحضور في الكنيسة؟ في كل الاوقات كثيرون. طيب يمكن كثيرون في الدول العربية، لكن في اوروبا؟
الحضور قليل جدا في الكنائس. ما أدري والله ما أدري. لا قليل جدا في الكنائس، بينما الصلاة عند المسلمين 5 مرات في اليوم والحضور كثير. نعم. لماذا؟ ما الذي يجذبنا إلى المساجد بينما عدد كبير من الكنائس لا يصلي فيها إلا قليل؟ هذه أسئلة حقيقة جورج، يعني أنا أوجه جميع يعني العقلاء والمثقفين والحكماء من المسيحيين أن يتأملوا فيها.